السلام عليكم اصدقائي، معكم ضاء من قناه اسال واسرع الوصفات. النهارده الفيديو عن معلومات مهمه جدا لتفسير الاحلام، هتفيدكم جدا، تابعوا للاخر. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل يوم افكارنا الجديده ووصفاتنا السهله والسريعه. تحذير شديد الخطوره من تفسير الاحلام المزعجه. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لاعرابي جاءه فقال: يا رسول الله، اني رايت في المنام أن رأسي قطعت فأنا أتبعه. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. فإذا كانت الرؤية سيئة، وهي غالب رؤى الناس اليوم، فلا يجوز تفسيرها ولا تبحث عن تفسيرها. وركز في هذه الكلمات جيدا: إذا عبرت الأحلام المزعجة على وجهها الصحيح وقعت، وإذا لم تعبر على وجهها الصحيح لم تقع. فالرؤيا مثل الطائر، والناس المعبرون مثل الصيادين، فهل كل الصيادين ماهرون؟ أخطر خمس أحلام خاصة بالنساء. الرؤية الأولى: أن ترى المرأة في منامها أن شعرها الأسود تحول إلى الأبيض. إن رأت المرأة هذا الحلم في منامها فلا تبحث له عن تفسير، فتفسير هذا الحلم سيء جدا. الرؤية الثانية: ضياع الحذاء في المنام. هذه الرؤية من أسوأ الرؤى التي يمكن أن تراها المرأة في حياتها. الرؤية الثالثة: أن ترى المرأة في منامها أن بين يديها طفلا مجهولا، سواء كانت هذه عذباء أو متزوجة أو مطلقة، وأكثر خطورة لو كانت البنت عزباء، فلا تبحثوا عن تفسير لهذه الرؤى. الرؤية الرابعة: ضياع حلي المرأة في المنام، سواء كانت حلق أو سلسلة أو خاتم، وخصوصا لو كانت المرأة حاملا، فلا تبحث لهذه الرؤية عن تفسير. الرؤية الخامسة والأخيرة: إرضاع شخص مجهول في المنام، فهذه رؤية سيئة على كل الأحوال، وخاصة لو كانت البنت عزباء. عشرة أحلام لا تبحث لها عن تفسير أبدا. الرؤية الأولى: رؤية الدخول إلى السماء ثم الخروج منها للشخص الصحيح. الرؤية الثانية: رؤية الأخت عارية وبدون ملابس في المنام. الرؤية الثالثة: سقوط المصعد وتحطيمه. الرؤية الرابعة: سقوط الثدي على الأرض للمرأة. الرؤية الخامسة: رؤية نساء مجهولة وقبيحة تغني وترقص بصوت عال. الرؤية السادسة: دخول الجن للبيت. الرؤية السابعة: رؤية سقوط الأسنان واختفائها. الرؤية الثامنة: أن ترى نفسك بعين واحدة. الرؤية التاسعة: رؤية انشقاق الأرض وابتلاعك. الرؤية الأخيرة: رؤية المرأة أنها تخلع أظافر زوجها في المنام. هذه الأحلام العشر رؤياها وتفسيرها قد يسوءكم، فلا تبحثوا لها عن تفسير، فلا تبحثوا لها عن تفسير. فالأحلام المزعجة إن أولت وعبرت وفسرت على وجهها الصحيح وقع. أحلام سيئة: أولا، مناط الرؤية متوقف على مجرد حكايتها، وصمام الأمان على الرؤية السيئة ألا نحكيها لأحد أبدا. هناك شيء لا يمكن لأحد أن يراه في المنام أبدا، وهو أن ترى في منامك ساعة تحدد لك الوقت بالدقة، أن ترى في منامك ساعة تعرف من خلالها الوقت. وليس ما نقصده هنا هو رؤية الساعة في حد ذاتها، ما نقصده هو أن ترى في المنام ساعة تحدد لك الوقت بالدقة. ماذا نفعل لو رأينا هذه الرؤية؟ فمن رأى هذه الرؤية فلا يبحث لها عن تفسير نهائيا، لأن التفسير قد يسوء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 أحلام إذا رأيتها لا تخبر بها أحدا. الحلم الأول، إذا رأيت الميت يأخذ أحد أفراد البيت وينصرف به خارج الدار فلا تخبر بهذا الحلم أحدا. رؤية الطبل والمزمار والرقص وحضور الأفراح بالمنام، أو أن ترى نفسك في عرس ولا ترى عروسا. الرؤية الثالثة، اشتعال النار بالمنام سواء في بيتك أو في بيت غيرك، إن رأيت ذلك فلا تخبر بها أحدا. سقوط الأسنان في المنام سواء سقطت بنفسها أو أنت قمت بخلعها. خامسا وأخيرا، لدغة الثعبان والعقرب في المنام، فإذا رأيت ثعبانا أو عقربا يلدغك ولم تقتله أو تتخلص. أحلام خطيرة إذا رأيتها في المنام لا تقصها على أي مفسر ولا تبحث لها عن تفسير. إذا رأيت نفسك غرقت في المنام حتى الموت فلا تخبر أحدا بهذه الرؤية ولا تبحث عن تفسيرها. الرؤية الثانية، رؤية صعودك إلى السماء مع عدم نزولك، لا تبحث عن تفسير لهذه الرؤية. رؤية سقوط الأسنان ثم اختفاؤها في المنام، لا تبحث عن تفسير إلى هذه الرؤية. رؤية السقوط من السلم أيضا لا تبحث أيضا عن تفسير إلى هذه الرؤية ولا تحكيها إلى أي أحد. الرؤية الخامسة والأخيرة، إذا جاءك الميت في المنام وأخذك أو أخذ أحد أفراد بيتك دون رجوع فلا تقص هذه الرؤية على. أحلام شديدة الخطورة لا تحكيها لأحد ولا تقصها على أي أحد. الرؤية الأولى، الطيران في المنام، أن ترى نفسك تطير إلى السماء. الرؤية الثانية، الأكل من طعام ميت، فإذا رأيت هذه الرؤية فاستعذ بالله ولا تحكيها لأي أحد حتى لا تقع. الرؤية الثالثة، فقد وضياع الأشياء بالمنام كحذاء أو ملابس أو شخص كان معك ثم فقدته. الرؤية الرابعة، المشي بين الناس عاريا، فهذه الرؤية سيئة جدا، لا تحكيها لأحد أبدا ولا تبحث عن تفسيرها. الرؤية الخامسة، السقوط من مكان مرتفع في المنام، هذه الرؤية سيئة جدا، لا تقصها على أي أحد. الرؤية السادسة، انهيار المنزل أو تصدع جدرانه في المنام. الرؤية السابعة والأخيرة، الذهاب لمكان مجهول والتواجد في مكان مجهول. أحلام شديدة الخطورة لا تحكيها لأحد ولا تقصها على أي أحد. الرؤية